ورجعنا تاني، وعايزه اقول لكم بقى ان الفقره دي فقره مهمه، علشان احنا دايما بنستناها كل 10 ايام نجمع الاسئله ونجاوبكم عليها. بتبعتوا لنا كتير جدا على البيجز بتاعتنا. النهارده ضيفتي الدكتوره الجميله نسمه طلال، اخصائي جراحات التجميل والليزر بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور. سنوري راني. ايه القمر ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حبيبتي عينيكي اللي حلوه. لا ساعات كده الواحد كده لما يبص على حاجه كده ايه، عارفه اسرتك انت تسريني. انا عاجبني رفع المعنويات ده. وطبعا لازم كده الواحد يبقى عنده ثقه في نفسه، ولازم يهتم بجماله، والجمال جزء كبير جدا من انك انت تبقي واثقه في نفسك. تعالوا نشوف البيج بتاعتنا على الفيسبوك، هي اللي من خلالها احنا بنجمع الاسئله بتاعتكم. النهارده محوشين لك اسئله كتيره جدا يا دكتور. هي دي الصفحه زي ما انتوا شايفين، وكمان انتوا شايفين النمر بتاعت الكول سنتر قدامكم، تقدروا تكلموا الكول سنتر. عيادات نبض عامله عروض هايله، تقدروا تتكلموا وتعرفوا ايه الحاجات اللي موجوده هناك والخصومات اللي موجوده عليها. بعتوا لنا اسئله كتير، احنا بنحب دايما نهتم بيكي ونهتم بيك. اي حد بيبعت لنا على البيج بنجمع الاسئله وبنسال دكاترتنا المميزين من عيادات نبض. اول سؤال بقى يا دكتور من منى. منى بتقول ان هي عندها تجاعيد حول العين، و يعني هي مش بتظهر غير مع الابتسامه، بتبقى اكتر قوي. فبتقول هل تقدر ان هي تعالج ده بشكل ان هو ما ياثرش على التعبير بتاع ضحكتها؟ اه طبعا. بصي يا رانيا، يعني ده حلها البوتوكس، تمام. وحتى بتهيألي احنا اتكلمنا في البوتوكس، زي ما بيقولوا قتلة بحثا، يعني بتهيألي حتى الناس قاعدين دلوقتي يقول لك بوتوكس على طول. انا بس اللي عايزه اتكلم عليه في البوتوكس النهارده، ان الناس كتير بتبقى متخوفه من البوتوكس. يعني في ناس بتقول لك لا انا لو ابتديت بدري ده معناها ان انا التجاعيد معايا هتزيد، او ان انا مثلا لازم سن معين ابتدي فيه البوتوكس، او ان انا كمان كان التكنيكس القديمه في الحقن بتاعت البوتوكس كانت بتضيع الفيشل اكسبريشنز خالص. فعشان كده ناس كتير زي تقول لك لا انا مش عايزه اعمل بوتوكس عشان عايزه يبقى عندي فيشل اكسبريشنز. اللي عايزه اوضحه يا جماعه، البوتوكس هو اولا مفعوله من 4 لـ 6 شهور، لو انت بتعمليه حتى 10 سنين مش هيأثر على حاجه، ما بيزودش الرينكلز. انت مجرد لما مفعوله بيروح بنرجع نفس الشكل اللي فيه، اللي هو انا قبل ما اعمل البوتوكس. كذلك اللي هو يعني الناس اللي هو بنتكلم على حكايه ان احنا نقضي على الفيشل اكسبريشنز، لا احنا دلوقتي بنحقن بتكنيكس ان هي بيخلي عندي فيشل اكسبريشنز. يعني حتى لو في صور هتقدر توضح ان انا وازاي اهو، يعني دي اول صوره بالظبط. يعني هنا وهي بترفع حواجبها عندنا التجاعيد بتاعت الجبهه، بعد ما عملنا البوتوكس هي برده ستيل قادره بترفع حواجبها، بس ما فيش التجاعيد بتاعت الجبهه. اوكي. كان زمان كان لا ما كانش نقدر نرفع حواجبنا، فعشان كده كانت الناس بتبقى قلقانه او خايفه انه ما يبقاش فيش في. والنتيجه دي بعد قد ايه بقى يا دكتور؟ يعني احنا شايفينه ده بعد اسبوع. هو البوتوكس حتى من نيجي ناحيه ما بيبتدي يشتغل بعد 3 لـ 4 ايام، بيوصل اقصى نتيجه ليه بعد اسبوع لـ 10 ايام. طيب دي بقى اللي بالصوره اللي بتوصف مشكله منى اللي هي بعتها، ان هي وهي بتضحك بيظهر التجاعيد اللي حول العين اللي احنا بنسميها الكراوس فيت او رجل الغراب. هنا برضو احنا بنضحك، بس خلاص التجاعيد دي ما بتبقاش ظاهره او موجوده. اوكي. وبرده في خلال 4 ايام ده، من 3 لـ 4 ايام بيبتدي يشتغل، بوصل اقصى نتيجه ليه او بوصل النتيجه دي بعد اسبوع لـ 10 ايام. على فكره موضوع البوتوكس ده موضوع مهم جدا، كفايه انك تبقي يعني التكشيره بتفك، انت عايزه تضحكي من غير ما اي حاجه تبان، تضحكي براحتك، بتبتسمي براحتك، كل حاجه بتبقي واخده راحتك، عندك ثقه في نفسك. فده اللي انا عايزه اوصله للناس، لا يا جماعه مش هيبقى في تجاعيد، بس هيبقى عندي فيشل اكسبريشنز ومش هبقى ماسك فيس، عشان ده اكتر حاجه مخوفه الناس. طيب نروح للسؤال اللي بعده. أوكي. السؤال اللي بعده من شاري. يا شاري انت بعتها بتقولي ان انت وشك رفيع وان انت محتاجه تديله حجم شويه، يعني تملاه شويه، بس بتقول انا مش عايزه يبقى شكلي اوفر. اوكي. طيب شيري بتسال سؤال حلو قوي. اولا ان انا عايزه ان انا وشي رفيع او عايزه اعمله كونتورنج او عايزه ازوده شويه، ممكن عن طريق حاجتين، عن طريق الفيلر او عن طريق حقن دهون. طيب ايه ميزه ده وايه ميزه دوت؟ الفيلر الميزه ان انا بعمل الفيلر لو انا مثلا فرحي حتى كمان يومين او 3 ايام هعمله، هيبقى شكل طبيعي جدا، مش هيبان اي اثر، مفيش تورم، مفيش اي حاجه، واخد النتيجه اللي انا عايزاها. الدهون الميزه بتاعتها ان هي بتقعد معايا فتره اطول، بتقعد معانا حوالي من 2 لـ 3 سنين، بس طبعا حقن الدهون بقول ان انا بقى محتاجه شويه تبقى وقت بعديه، يعني على الاقل 2 أو 3 أسابيع، ان بيبقى في شويه تورم بعد حقن الدهون. أوكي. يعني زي الحاله هنا، احنا هنا دوت قبل حقن الدهون بعد يوم طبعا شايفين ان في تورم،
بعد اسبوع التورم قل بشكل كبير، بعد حوالي 3 شهور ده الفاينل شيب. والدهون دي مني انا، يعني انا مش باخد حاجه مني، بناخد دهون من منطقه. هنا مثلا الحاله دي احنا عملنا حقن فيلركات، هي عندها مناسبه وعايزه تشوف نتيجه سريعه ومش عايزه ان احنا يبقى في فتره التورم او كده، فعملنا حقن فيلر، فلقينا ان احنا حتى التشيكس او الخدود اترفعت وبقى فيها كونتور، الحته اللي عند الدقن حقنناها فديناها برده تدويره، ونحس ان حتى الوش اكنه افتح. المنطقه بتاعت الدقن دي بالذات لما بتبقى داخله تدي غمقان، حتى في ناس كتير تقول لي يا دكتور انا عندي المنطقه دي غمقه، بس هي المشكله مش عندها تصبغ قد ما هي كانت داخله لجوه شويه. الله، هنا المدام إيه انت عالجتي دي فوق رهيب، لان فعلا في ناس بيبقى شكلها كده. يعني المدام دي من الناس العزيز عليا جدا، كانت هي فقدت وزن سريع في وقت بسيط حوالي 10 او 15 كيلو، فده اللي خلى وشها نزل بالشكل ده. أوكي. طبعا كانت جايه متضايقه وكان عندها مناسبه وعايزه حل سريع. احنا ده بعد حقن الفيلر، واحنا يعني زي ما بيقولوا اون ذا سيم سيشن، يعني بعديها على طول، يعني اون ذا سبوت انت بتحقني الفيلر وبتشوفي نتيجه وقتي وانت قاعده وانت موجوده في السيشن. بالظبط كده، فانا حتى بقول للناس بقول لها انت الفيلر باخد النتيجه اون تيبل. اون تيبل يعني انا وانا قاعده بشوف النتيجه. اوكي. لغير البوتوكس، البوتوكس بس انا بقول لا بنستنى 3 4 ايام باخد نتيجته بعد اسبوع. اوكي. والفيلر ده انا بحتاج ان انا ارجع كل فتره بعد؟ على حسب، طبعا على حسب الجسم، هو بيقعد مفعوله معانا حوالي من 10 شهور لسنه، في انواع ممكن تقعد معايا اكتر من سنه على حسب النوعيه اللي انا هحقنها، المكان اللي انا هحقنه فيه. وكذلك انا طبيعتي، انا هل انا بشرب ميه كتير؟ هل انا مدخنه؟ هل انا باكل اكل هيلثي؟ كل ده بيساعد او بيقول لي ان يعني بيخلي الفيلر هيقعد الفتره اللي يقعد فيها معايا. طيب السؤال اللي بعده، انا خايفه بس الوقت يخلص. ندى، ندى عندها 50 سنه وبتقول يا ندى انك عندك لغد وفي بدايه ترهل في الوجه، ازاي ممكن تعالج الاثنين؟ طيب تمام. اللغدة انا هشوف لو انا عندي المشكلة، هل هي المشكلة عندي دهون ولا ترهل في جلد بس في منطقة اللي هي اللغد؟ لو انا عندي فيه شوية دهون، يا اما ممكن نعمل شفط للدهون دي ونخلص منها تماما، يا اما لو انا مش عايزة اعمل عملية ممكن نعمل اللي هي حقن للإذابة، وبعدين بعد كده نعمل معاها جلسات هايفو. عاملة معانا نتائج ممتازة الفترة دي. بالنسبة لترهل الوجه عندي، يا اما ان احنا ممكن نعمل اللي هي خيوط شد تمام، يا اما هايفو، ده على ساعتها على حسب الحاله اقدر اقيم ايه المناسب لينا. أوكي. هل اللي هو محتاجه خيوط شد؟ لان في بعض الحالات ساعات بتجيلي تقولي مثلا انا يعني الحاله هنا مثلا عندها خطين ابتسامه، دي حاله هايفو قبل وبعد ومباشره بعد الجلسه على طول. أوكي. عندها خطين ابتسامه وكانوا مضايقينها جدا وعايزه تعمل شويه كنترول للخدود، لو مش لاحظنا هنلاقي ان احنا الخد اترفع، الخطين بتوع الابتسامه تقريبا اختفوا تماما. وده وقتي برضو في نفس الجلسه على طول. بس انا حتى بوضح الهايفو، انا باخد النتيجه وانا قاعده 10%، باخد بالظبط 10%، وقول ان بعد كده النتيجه دي انها هوصل لها بعد شهر ونص. ممكن احتاج جلسه تانية، دي بتختلف على استجابه حد للتاني. طبعا كل ما يكون السن اصغر كل ما تكون عدد الجلسات اقل ويكون الاستجابه احسن. وعلى فكره يا ندى الهايفو ده هايل جدا، انا شخصيا عملت الهايفو وفعلا النتيجه هايله وجميله. بالظبط. طيب في ناس كتير بقى بتسال ايه الجديد اللي موجود في عيادات نبض اللي بيعمل يعني زي ليفتنج ونضاره ويعني بيعمل كله مع بعض كده، ليفتنج اقصد بيه شد البشره يعني. احنا في حاجه حلوه قوي وانا حتى يعني كنت عملنا اتكلمنا عليها اللي هو البروفايلو. البروفايلو ده عباره عن ايه؟ عباره عن كولاجين وهيلورونيك اسيد بشكل مكثف جدا، بس مش بيعمل فوليوم، فكرته بيعمل ليفتنج وبيدي نضاره للبشره وللرقبه. منطقه الرقبه دي بالذات كانت مضايقه سيدات كتير، وكان يعني علاجها لينا الفتره اللي فاتت كان محدود قوي. الرقبه تقصدي بيها الرقبه هنا ولا الديكولتيه؟ الرقبه كلها مع المنطقه بتاعت الديكولتيه، يعني هنا لو شفنا الصوره المدام هنا قبل وبعد كان دايما المنطقه دي سيدات كتير كانوا متضايقين منها. لو شفنا الصوره اللي تحت ده قبل شايفه الخطين والتجاعيد. هنا الصوره دي بعد المفروض جلسه واحده بس من البروفايلو. اوكي. هو فكرته ان احنا بنحقنه في نقط معينه بالظبط 8 نقط في منطقه الرقبه، بتحسن لي الجلد، بتحسن لي التجاعيد، وبتعمل الليفتنج المطلوب. اوكي. فالبروفايلو بروفايلو ده منتج ايطالي. بروفايلو بالظبط كده، هو اصلا حاجه ايطاليه. الله. في السوق الاوروبي بقاله 3 سنين وكذلك في الخليج وعامل نتائج ممتازه. عايزه اقول للناس يا جماعه بروفايلو ده اكسكلوسيف عندنا في نبض. اكسكلوسيف نبض يا جماعه، مش موجود في اي حته خالص غير
في عيادات نبض. بالظبط، وهو فعلا عامل نتائج مبهره، لان في ناس كتير بتبقى فعلا منطقه الرقبه دي كانت مضايقاها جدا طبعا. ناس كتير منطقه الوجه هي عندها ترهل، بس في نفس الوقت عايزه حاجه سريعه، يعني عايز تاخد نتيجه سريعه، وفي نفس الوقت هي مش محتاجه ان انا اعمل لها خيوط شد. فالبروفايل حللي المشكله ديت. بس عايزه اسالك حاجه، يعني بما ان نبض بس هم اللي عندهم البروفايل ده، معنى كده ان انا مش هحتاج معاه حاجات؟ يعني انا ممكن استعمله هو ده بيغنيني عن بقيه الحاجات الاجهزه او البوتوكس او الفيلر او لا؟ هو البروفايل مش هيغني عن البوتوكس، لان هو البوتوكس زي احنا عارفين بيعالج التجاعيد الحركيه اللي هي ال 111، خطوط اللي في الجبهه، خطوط حول العين. البروفايل مش هيعالج المنطقه دي. طب البروفايل ونتيجته وانا قاعده برضو اون تيبل ولا؟ بناخد نتيجه اون تيبل والنتيجه بتتحسن معايا اكتر. حتى بنقول ان هو الكورس انا بعمل يعني بعمل سيشن وبعديها بشهر بعمل سيشن ثانيه، ومفروض ان النتيجه تقعد معايا لمده 6 شهور. فانا هقعد لست شهور وشي مرفوع، في نضاره، في حيويه، يعني زيه زي البوتوكس، باجي اكرره كل 6 شهور. انا باجي كده. اعمل بالظبط كده، بس انا يبقى وشي مشدود وحلو قاعده بيه 6 شهور. اوكي، بروفايله بس دي حاجه طب وده برضو عنده عروض ولا دي حاجه جديده خاصه بعيادات نبض؟ لا، هيبقى فيها عروض حلوه قوي. طب نتكلم بقى كول سنتر بقى يا جماعه. كول سنتر عروض حلوه قوي. طيب هل في حالات مش بينفع فيها العلاج بتاع الترهل فانت بتضطري ان احنا يعني نلجا لها جراحيا؟ طبعا في حالات لو احنا حد اتاخر قوي او استنى قوي ان هو يعمل اي تقنيه، سواء هايفو سواء بروفايل وسواء خيوط، بيبقى ساعات بعض الاحيان بقول ان انا ما قدامناش غير ان احنا لازم نعمل شد جراحي. ما اقدرش اقول، هي بتختلف من حاله للتانيه. بس في حاجه تانيه برضو، في ناس ساعات بتبقى رافضه الجراحه يعني رفض كامل، تمام؟ فدي بنعمل ساعتها، بعمل معاهم يعني ابتدينا بتكنيك او ابتدينا بشغل او بسيشنز مختلفه شويه. ان احنا بنعمل حوالي 3 سيشنز هايفو تحسن لي الكواليتي بتاعت الجلد، تعمل لي شويه ليفتنج، بحيث ان انا بعد كده لما نعمل خيوط الجراحيه ناخد نتيجه كويسه قوي. لان انا لو عندي درجه ترهل كبيره قوي وعملت الخيوط على طول، في ناس كتير تقول لك انا ما وصلتش النتيجه اللي انا عايزاها او ما انبسطتش. اوكي، فالحاله دي او طبعا هي طبعا دكتور او ما بتيجي في العياده بقدر اقيمها اكتر، بقول ساعتها ان احنا هنمشي على سيستم، لا احنا هنعمل جلستين هايفو يحسن لي الكواليتي بتاع الجلد، يعمل لي تحفيز للكولاجين، بحيث انا بعد كده لما يجي اعمل الخيوط الجراحيه ناخد نتيجه حلوه وتبقى مرضيه بالنسبه لها. هي اسمها خيوط جراحيه؟ بالظبط، هي خيوط الشد. طيب احنا عندنا فاصل صغير، هنروح لفاصل ونرجع لسه مكملين. ورجعنا تاني ولسه مكملين، لسه معانا اسئله كتير جدا النهارده. زي ما انتم عارفين احنا بنجمع الاسئله، مش هقول لكم نمر الكول سنتر موجوده، بروفايله 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 بس خاص بعيادات نبض. السؤال اللي جاي من تغريد، وهي بتسال هل ممكن تعمل تكبير للثدي بتاعها وفي الوقت نفسه ما ياثرش على وظيفه الثدي؟ يعني لو هي لسه مثلا عروسه وهتبقى حامل وفي رضاعه وكده، هل فعلا تكبير الثدي ما بيأثرش؟ ده سؤال حلو قوي قوي يا رانيا، لان ناس كتير عندها تخوف في الموضوع ده. ليه تكبير الثدي او اللي هو حشوه السيليكون ما بتاثرش على وظيفه الثدي، او بالذات حتى لو واحده لسه مقبله على الزواج وهيبقى فيه حمل وان شاء الله يبقى فيه رضاعه؟ لان احنا حشوه السيليكون احنا بنحطها في مكانين، يا اما ما بين الانسجه الثدي والعضله، يا اما ورا العضله. فانا في كلتا الحالات أنسجة الثدي نفسها اللي هي بعد كده هتبقى مسؤولة عن صناعة اللبن والرضاعة ما بجيش ناحيتها خالص. اوكي، ده يعني اشرح لنا على الشكل. زي في الصورة الواضحة ديت، يعني احنا هنا أول صورة اللي هو بيوضح نسيج الثدي والعضلة اللي وراه اللي بنسميها بيكتوراليس ميجر. هنا أول تاني صورة اللي هي حشوة السيليكون قدام العضلة، ثالث صورة حشوة السيليكون ورا العضلة. فأنا في كلتا أيا كان التكنيك، اللي طبعا بيختلف ساعتها على حسب المريضة وعلى حسب الحالة وحسب عرضها، أقدر أشوف أنهي تكنيك هيبقى مناسب بيها أكتر، مش هيأثر تماما على وظيفة الثدي. عايزة أقول حاجة تانية، عشان برضو الأسئلة دي بكتير كتير ناس كتير بتيجي تسألني في العيادة، إنه بيبقوا عايزين يعملوا تكبير الثدي عن طريق حقن الدهون. يا جماعة حقن الدهون ما ينفعش خالص خالص في منطقة الثدي. يعني حقن الدهون ما اقدرش اعمل بيه، ممكن اعمل بيه فيلنج هنا؟ ممكن اعمله مثلا في الوجه، ممكن اعمله في المؤخرة. ليه بقى؟ اولا منطقة الثدي الدهون ما بتدينيش الكونتور حلو، ما بقدرش اعمل بيها كونتور حلو او شكل حلو، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه الدهون في الثدي ما بتعيش، يعني هي مجرد شهرين وبيحصل لها اذابة تماما، الجسم بيكسرها.
فعشان كده حشوه السيليكون هي اكتر حاجه يعني بتدينا نتائج كويسه. وفي ناس كانت بتبقى متخوفه من حشوه السيليكون، لا يا جماعه هي امنه تماما. وفي دلوقتي كمان بنبقى حشوات سيليكون بنستخدمها اللي هي اف دي ابروفد، اللي هي واخده يعني هيئه الادويه الامريكيه مديانه الموافقه عليها. فالناس ما تقلقش خالص من موضوع حشوه السيليكون ده، وعادي خالص بنقدر ان احنا نقوم بمهامنا يعني هرضع او كده، ما فيش مشكله خالص، ما بتاثرش خالص. وحتى لو حد بقولها انت لو بتشتغلي انت تاني يوم بتقدري تنزلي شغلك عادي جدا، ما بيأثرش لانه ما فيهاش وجع وما بتاثرش عليها في اي حاجه. طيب السؤال اللي جاي بقى من احمد. احمد بيقول ان هو عنده 36 سنه وعنده سمنه في البطن، ودي مخليه ان هي المنطقه دي شكلها مش متناسق مع بقيه الجسم، فازاي يقدر يعني بتضحكي انا كل ما ببص لك ببقى مش قادره اصدق يعني ان انت بتقعدي على ترابيزه جراحه. يعني ما الفيديو شفتيه هو يا رانيا، وشفنا وشفنا الحقيقه، شفنا يعني اثبت ايه اكتر من كده. لا بالنسبه لاحمد هو يعني اقدر اقول طبعا الحل الامثل ليه ان احنا نعمل عمليه لشفط الدهون. هي بتبقى فتحه صغيره جدا، وزي برده ما وضحنا وشفنا طبعا ندى قبل وبعد، وان ازاي عمليه يعني شفط الدهون والنحت دي انا بسميها اللي هي لايف تشينجينج بروسيدجر، يعني عمليه بتغير مجرى حياتنا تماما. انا شفت ندى، واحنا شفنا ندى على الهوا بيفور اند افتر، والميك اوفر اللي حصل بصراحه حاجه رائعه رائعه. فهي عمليه فعلا بتغير من شكل، بتغير من نفسيتي، حتى ستايل اللبس نفسه. يعني انا ممكن واحده او واحد حتى يبقى لبسه كان بيلبس تي شيرت ضيقه او يلبس شميزات مش عارف عشان شكل البطن، او واحده مثلا بلوزيت او ستايل معين عايز تلبسه، او دراسز مثلا حاجه تايت حاجه ما تبقاش عارف تلبسها عشان الشكل. فانا حتى لو في صور هتبقى هتوضح برضو هننزلها توري ازاي شفط الدهون، الشفط والنحت بيفرق فعلا في الشكل. لكن هي الحل بتاعها ملوش حل يعني اجهزه ولا الكلام ده، هو بس هو طبعا يعني على حسب الحاله. يعني انا لو السمنه بسيطه جدا ده ممكن نعمل عليه اجهزه اللي هي الكرايو والكافيتيشن اللي هي تفتيت الدهون، لكن لو انا عندي نسبه دهون كبيره او كميه كبيره عمليه الشفط هي الانسب بالنسبه لي، الشفط والنحت. وكان بالنسبه للرجال بنقدر نسمنهم اللي هي السكس باكس او اللي هي الفور دي، عشان بيعايز منظر السكس باكس ده ممكن بنعمله بيبقى سهل جدا بالنسبه لنا. طيب السؤال بقى اللي جاي برضو له علاقة بالموضوع بتاع نحت القوام وكده، بس هي دي نرمين. ونرمين بتقول ان هي عندها سمنة في مناطق ومناطق تانية بتبقى نحيفة عندها زي منطقة العرقوب. العرقوب ده طبعا منطقة اللي هي تحت في الرجلين بتضايق ستات كتير، خصوصا لما تيجي تلبس قصير وكده. فممكن تعمل الاثنين في نفس العمليه يعني في اون تيبل برضو؟ اه الكلام ده سهل جدا، بنشفط الدهون مثلا من المنطقه اللي انا مثلا مضايقاني سواء البطن سواء الجناب، وبناخد الدهون دي وفي نفس العمليه بنحقنها، زي برضو ان احنا ما كنا ما شفنا مع حالات ندى ان احنا خدنا الدهون وحقناها في منطقه المؤخره. في حد ساعات بتبقى عايزه في منطقه العرقوب بنحقنها برضو، بحيث ان احنا نخلي الشكل يعني شكل الرجل يدور يبقى شكله احلى. يعني بتشفطي من منطقه وبتحطي في منطقه ثانيه بالظبط كده. وممكن ده مش لازم بس يبقى العرقوب بس، ممكن اماكن مناطق ثانيه كتير. اه ممكن الوجه، ممكن مؤخره، ممكن اشيلهم في الثلاجه مثلا استعملهم على لا مفيش لا مفيش دي مفيش لا، واحنا ممكن نستخدمهم في ساعتها، لكن اشيلها في الثلاجه واطلعها تاني دي لا يعني او يعني عشان بس احتفظ بيها الاطول مش هينفع. لكن لما بملى في المنطقه دي خلاص كده. طيب دكتورة نسمة طلال اخصائي جراحات التجميل والليزر بعيادات نبض، انا بشكرك جدا 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 على وجودك معايا، بتوحشيني وبتنوريني. ميرسي حبيبتي، هشوفك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. كده خلصت حلقتنا النهارده، ويعني ان شاء الله حلقه جديده واشوفكم على خير.